أستاذ علي، ما رأيك في منح الحكومة العراقية إجازة رسمية اليوم الاثنين لجميع المواطنين بمناسبة يوم النصر على تنظيم الدولة؟ والله أخي هذه الحكومة بلا حياء تحاول تلهي المواطن. الآن شوف أنت المشاكل في البصرة، في الناصرية، في بابل، في صلاح الدين، في الأنبار، مشاكل الفيضانات والسيول اللي جرفت بيوت الناس واللي أغرقتها. وهذه الحكومة وكأنه إحنا خلصنا من كل المشاكل، ما ظلت غير الاحتفالات. يعني هذا التصرف ينم يعني عن يعني قلة حياة، أنا لا أقدر أن أسميه إلا قلة حياة. الاحتفال على ماذا؟ على أشلاء الناس اللي ماتت، على دمائهم، على ممتلكاتهم اللي راحت. أي احتفال هذا؟